يا عبد الهادي معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسعد الله مساك. تفضل سؤالك مختصرا، تفضل عبد الهادي. أسأل الشيخ عن أنا جيت متأخر على الصلاة، فاتني ركعة. نعم. وقضى الإمام الصلاة وقمت لإكمال الركعة اللي فاتتني، وجاني واحد يبي يصلي معي، أصير أنا الإمام وهو مأموم، هل يجوز ولا لا؟ شكرا. لا بأس بذلك، إذا دخل معك وإذا سلمت يقوم ويكمل صلاته فلا بأس بذلك. نعم.